يسأل من يعمل القرآن، من يقرأ القرآن بما فيه، قال له في الجنة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك. الحديث أم خاص بحافظ القرآن؟ لا، بالحفظة، بالحفظة، هذا خاص بالحفظة، وإكرام من الله لهم، وإكرام من الله لهم. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.